شرطي تكساسي يرفض مشتبه به على دراجة. إنما ترونه ليس فيلما لتشوك نوريس، إنه شرطي التكساسي إبراهيم مارتينيز. لابد أنه من المعجبين بإثارة التسعينات. إن حركات الكاراتيه هي مثال عن المدرسة التكساسية القديمة، حيث كانت الشرطة تركل مؤخرات المجرمين. وقد نشرت صحيفة أوستن أمريكان ستيتسمان الفيديو خلال تحقيق صحفي، حيث نرى مارتينيز الخارق يقوم بركل المواطن ستيفن جايوديز الذي جرى الشرطة مسافة 65 كيلومترا بعد مطاردة بسبب السرعة الزائدة قبل أن يرفع يده في إشارة إلى إذعانه بالتوقف. كل هذا وقع لأن الشاب لم يكن بحوزته شهادة القيادة الخاصة به، وها هو مارتينيز بقبعة راعي البقر يقفز في الهواء ويوجه ركلة للضحية فيقلب الأخير فوق دراجته بعد أن توقف. دعونا نرى ذلك مجددا. وللعلم فإن مارتينيز أطلق النار على جايوديز أثناء المطاردة وأصابه بقدمه، ونتيجة كانت 3 أشهر غير مدفوعة لمارتينيز. أما جايوديز فقد واجه قائمة لا تنتهي من التهم، من ضمنها حيازة وصفة طبية لأدوية مخدرة. أما شرطي مارتينيز اعتبر أنه يمارس الاعتقال على الطريقة التكساسية ورعاة البقر الكلاسيكية. فما رأيكم أنتم؟ Yeah, I've had that.